تعودنا دائما أن نشوف الابتكارات من أشخاص بالغين بعد ما عدوا بشوط وقطعوا شوط جدا كبير من التجارب والخبرات والدراسات أيضا، ولكن لما نشوف ابتكار جدا جميل من طفلة بعمر 15 سنة، لا نوقف هنا ولازم نتكلم عنه ونعرف تفاصيل أكثر عن هذا الابتكار، وأيضا نعرف أنه نحن ما زلنا بخير. منى كردي منوره ومشرفه، كيف حالك؟ الحمد لله. يعطيك العافيه، احنا جدا سعيدين بوجودك اليوم لانك عملت ابتكار مهم وعملي للناس. احنا طبعا نعرف انه قبل سنتين تقريبا كانت في حوادث كثير، في سقوط اطفال، في يعني صرف صحي وايضا فتحات موجوده في اوقات في اماكن عامه، فهذا الاختراع او هذا الابتكار عفوا كان غير مكلف وايضا يحمي الناس من السقوط في هذه الفتحات. جميل، بداية خلينا نتكلم منى عن بداياتك واكتشاف موهبتك وابتكارك أيضا. أول شيء أنا مرة سعيدة أكون هنا ومرة شرف لي أكون معاكم. أنا منى، عمري 15 سنة وأنا في صف أول ثانوي، أنا في مدرسة سيدار العالمية. قبل سنتين تقريبا لما كنت في نواهي ثاني متوسط، أبوي قال لي عن برنامج موهبة أنا ما كنت أعرف فيه له، عشان مدرستي إنه مدرسة عالمية يعني ما سمعت فيه له. فلما صرت ثالث متوسط قدمت على اختبار قياس حق موهبة والحمد لله انقبلت، ومن وقتها صرت إنه أعرف كثير أشياء عن البرامج حق موهبة واللي متعلقة بموهبة، منهم برنامج إبداع. وبرنامج إبداع كان حق 2017 أنا اشتركت فيه له في بابتكاري، والحمد لله تأهل للمرحلة الأولى. بس حلو. هو هذا الابتكار له اسم معين؟ ايوه، شبكة النجاة من مصائد الصرف الصحي. حلو، كيف بدأت معاك الفكرة؟ وش معنى هذه المشكلة اللي مسكتيها وقلتي لابد؟ هل في تعرفي أحد أو القصة مرة يعني لمستك؟ يعني ما أعرف أحد إنه سبيسيفيكلي، بس إنه سمعت كثير عن الناس اللي كانوا يطيحوا، ومرة إنه كانت قصص مؤثرة يعني فجأة الناس إنه كانوا عاديين بيمشوا بعدين فجأة طاحوا، يعني مرة كده إنه كلنا سمعنا عنه وزعلنا. صح، أيوه، صح. إنه مشكلة يعني مو لازم تكون مشكلة والناس بيموتوا منها. فمن بعدها لهذه المشكلة لما جات المسابقة أنا حبيت أشترك بمشروع إنه أنا أقدر مثلا أحمي الناس فيه له ولا أساعد المجتمع، يعني ما أبغى إنه يكون مرة ساينتفك. فلقيت إنه هذه المشكلة إنه مشكلة متواجدة عندنا للأسف. توصفين لنا الابتكار كيف شكله؟ أيوه، هي زي شبكة الصيد، هي مصنوعة من حلقات الألمنيوم. الألمنيوم هو مرة رخيص في المملكة العربية السعودية وأنحاء العالم تقريبا، وما يصدي ويتحمل تقل ويتحمل كثير إنه أشياء عليه، يعني يتحمل ما شاء الله. فاخترت هذه المادة عشان أكثر من سبب، وكمان اخترت مادة الربر عشان الربر نقدر نحطه على الأطراف ونقدر إنه الربر هو يقدر يكون عكس اللو حق البريشر، إنه لو يجي عليه ضغط يقدر يمسك بسبب الضغط، يقدر يحبس الضغط وما يتحرك. فأنا اخترت الربر نقدر نحطه على الأطراف، وساعتها لما إحنا نحط الشبكة حيلصق بسبب الضغط، يعني مو لازم أي حفريات ولا أي شيء إنه صعب عشان نقدر نحطها، يعني ساعتها ولا أحد يقول إنه ما قدرنا نسويها، يعني حتكون بس مرة جدا سهلة والمواد جدا خفيفة، ويعني نقدر نلاقيها في أي مكان بالضبط موجودة، والتنفيذ أتوقع راح يكون جدا سهل. صحيح، أيوه. وحتى هذه الشبكة برضو فيها إنه فتحة في النص، إنه هي السبب الأساسي اللي يفتحوا فيه يعني غطاء الصرف الصحي هو عشان يحطوا الأنبوب. فهذه الشبكة حتكون فيها فتحة في النص للأنبوب، وهذه الفتحة كمان حتكون مغطية في الربر. الصرف اللي سحبوا أيوه. فيها. أيوه، ما حتكون مغطية بالربر عشان يعني ما تفتح إلا بالضغط. ساعتها يعني ما في أحد يقول إنه لا إنه إحنا شلناه ولا ما شلناه، يعني ما حيكون في سبب إنه يشيلوه، إن شاء الله تكون محكمة. فكرة أنه أنت شفتي مشكلة موجودة في المجتمع وحاولتي أنك تحليها بابتكار جدا جميل أو تساعدي فيه المجتمع وتخدمي فيه هذا المجتمع، فكرة جدا جميلة. بس بعرف مين قال لك على هذه الفكرة؟ هل أنت من نفسك شفتي هذه المشكلة وحاولتي أنك أنت تصلحيها، ولا أحد قال لك لا شوفي ابتكار أنت تخدمي فيه هذا المجتمع؟ هو أول شيء أنا عشان المسابقة، بس انا لما سمعت عن المسابقه يعني انا حبيت اسوي شيء يساعد المجتمع، ولا مشكله يعني موجوده مؤقته، يعني ما ابغى هذه المشكله انه تزيد عندنا. ف
فجلست مع امي وابويا وجلست اناقشهم، يعني احنا على طول نتناقش في البيت، يعني لما انا ما يكون عندي شيء وهم ما يكون عندهم شيء نجلس نتناقش. فتناقشنا فكره، مو الفكره، المشكله هذه، انه كيف الناس جلسوا يطيحوا، وانه يعني it was a tragedy، يعني مره يعني مو لازم يموتوا، ايوه مره وجلسوا يموتوا. احنا في يدنا حلول كثير، ايوه، ونقدر نحل المشكله، يعني ما هي مشكله انه مره صعبه نحلها. فمن وقتها احنا فكرنا، بس هو يعني الفاينل برودكت هو مو كان الفكره الاساسيه، الفكره الاساسيه انه بس شبكه زي شبكه الصيد مصنوعه من حديد ونحطها وتنفتح بمفتاح انه خاص ليها. بعدين لما رحت على ورش عمل وصرت اسال الناس، صار يقول لي صح انه حلوه الفكره، بس يعني مين حيجي يحفر جوات فتحات الصرف الصحي؟ ما في احد حيجي يحفر، يعني يا دوب احنا عندنا اشياء اهم نهتم فيها، ما حنروح نهتم بفتحات الصرف الصحي. فهذه فتحت لي عيني انه لا، هذه مشكله، ما يصير نحفر. فعشان كده حطيت الربر حوالين الشبكه ساعتها يجلس بسبب الضغط، انه لو نحطه حيلصق، انه حينحبس الضغط وحيلصق. واخر شيء انه لما سويت ريسيرش طلع انه الحديد يصدي، فما نقدر نحط حديد جوا، في مويه وفي رطوبه، يعني ما نقدر نحط حديد. والله منى بصراحه انا اهنيك على كل تفصيل انت بتقوليها، ويعني ما شاء الله في ناس ما يفكروا بهذه التفاصيل ولا يقعدوا يسالوا. الابتكار هذا حصل من سنة تقريبا، ايوه من سنة تقريبا نهايتي. بس في فبراير اللي راح، الشهر اللي راح، أيوة. تكرمتي، بس ايش الجهات اللي كرموكي؟ اول جهة كرمتني انا قبل، انا الصيف اللي مضى يعني العام، قدمت المشروع للمنظمة العربية الاوروبية للبيئة اللي هي حق استاذ ابراهيم جمجوم، قدمتها وهم شافوا الفكرة ودرسوها ومرة عجبتهم، الحمد لله قرروا يكرموني. هي المنظمة في سويسرا، بس هي يعني منظمة عالمية في سويسرا، بس كان الملتقى الأول في القاهرة. فالحمد لله رحت هناك وتكرمت، هم قبلوها عشان إنه هي من جد تحل مشكلة، إنه مو لازم تكون مشكلة، وهي مرة رخيصة، يعني لو ما فيها تكلفة. أي ما فيها تكلفة، يعني التكلفة للشبكة الواحدة حتكون 6 ريال، وستة ريال يعني مره قليل بالنسبه للاشياء اللي احنا ممكن نقدر نحميها. ايوه. طب هل في جهه معينه تبنت هذا الابتكار او شافت هذا المشروع وقالت فعلا هذا يستحق انه ننفذه في شوارعنا عشان ننهي هذه الماساه الموجوده؟ لا لسه، بس تقريبا قبل اسبوعين رحت على الجنادريه في الرياض، وجاء الاستاذ عبد الله الثقفي هناك ومرة عجبته الفكرة، والحمد لله يوم الاثنين ولا الثلاثة الجاي بتكرم برضو من وزارة التعليم على الابتكار اللي ابتكرته، بس لسه دحين ما في أحد جاء وتبنى الفكرة، بس يعني دحين الفكرة يعني تقريبا يعني كل الجهات تعرفها، فيعني بإذن الله قريب تتبنى إن شاء الله. أكيد بعد الابتكار هذا جاتك أفكار ثانية منى؟ أيوه. إيش في بالك؟ بس من غير ما تحرق شيء لا أحد ياخذ أفكارك. ما اعرف، بس يعني انا يعني ما احب انه ادخل مره ساينتفك، ابى اشياء انه كده تساعد المجتمع، مثلا مشاكل صغيره نقدر نحلها. يعني ما اقدر اقول اكثر من كده عشان لا تحرق منك. ايوه بس يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني قدام. طب وكمان انت ما شاء الله حصلت على المرتبه الاولى في المملكه في علم الفضاء والصواريخ. ايوه. هو سويتي في علم الفضاء؟ ايوه. هو بعد ما دخلت مع موهبه كان عندهم كورس في السمر انه نروح على جامعه الملك سعود في كورس اسمه اوكس ميديكا تسويه كامبريدج واوكسفورد، بس يعني عشان احنا بنات فجوه المملكه، فهناك اخذت كورس عن علوم الفضاء والصواريخ، والحمد لله بين 20 بنت من انحاء المملكه اخذت انه المركز الاول بينهم، يعني بس اوفرال ستودنت الحمد لله. اعتقد سبب نجاحك ما شاء الله منى ويعني استمراريتك هي الجلسه اللي بتجلسوها مع والدك ووالدتك وبتتكلموا وتفضفضوا مع بعض. ايوه الحمد لله، يعني الناس بتفتقد لهذه الجلسات. ايوه الحمد لله، يعني انا عيلتي صغيره، انه بس انا واختي واخويا وامي وابويا، بس ابويا محامي وامي انه كمان تعرف كثير اشياء مثلا تصير في البلد، فاحنا على طول نتكلم يعني عن هذه الاشياء، فمثلا انا ادي رايي، اختي تدي رايها، ابويا يقول لنا كذا صح وكذا غلط. يعني مثلا قبل اسبوعين ابويا جاء قال لنا انه سمع انه يمكن الارض تكون مسطحه، يعني كذا في اشياء مره غريبه نسمع عليها بنشوفها. ايوه يعني كل اشياء نقدر نتكلم عنها، يعني الحمد لله يعني ما بيننا باوندريز مره، يعني ممتاز ممتاز ممتاز. حلو. ايش الخطوات المستقبليه او اللي حابه انك توصلي له في المستقبل منى؟ بعد ما اخذت الكورس حق السبيس اند روكت ساينس
اكتشفت انه انا مره احب الماث والفيزيكس واميل ليهم، فان شاء الله بتكون يعني ابى ادرس شيء متعلق فيهم ولا متعلق في الفضاء ولا كذا، عشان يعني مره انترستنج. وما عندنا كثير من ال يعني السعودي وومن ان يعني سعودي ارابيا اللي كذا يختصوا، فان شاء الله اي ونت تو بي ا فيرست كذا. صحيح تراد حيزعل منك. ازعل؟ يس. على فكره انت بتقول لانه انت ما تؤمن بانه في فضاء وفي عالم فضائي ومثل هذه الامور، فهي تبغى تختص في هذا المواضيع. ايش رايك؟ صدري بدا يتعب. صدري بدا يتعب وحبدا ارد ردود. شكرا لك منى مازن فردي، ونتمنى لك كل التوفيق. ممكن اقول شيء؟ ايوه اكيد تقولي اشياء او شيء. موجود اليوم عشان نبي نسمع عنك كل شيء. انا ابغى اشكر كل الناس اللي ساعدوني اوصل هنا، بالذات امي وابويا واختي واخويا وستي طبعا، وابغى اشكر كمان مدرستي على دعمهم، اميرتنا العنود ومديراتنا وكل التيتشرز اللي ساعدوني اون ذا واي. مره شكرا. اكيد نوجه لهم كمان تحية. شكرا، لانه فعلا احنا نحتاج امثالك منى في طريقه التفكير وفي كيف نعطي للبلد وكيف نعطي الناس اللي حولنا وكيف يعني تكسبريس اور سيلف بطريقه صح، ونعطي صح. كمان حتى نعطي نكون فائده في المجتمع، نكون لنا فائده في المجتمع ونسخر هذا في انجاز ونجاح حاجات كثير. شكرا لك. وانا حكون جدا سعيده ومبسوطه لو شفت ابتكارك طبق في شوارعنا. شيء جدا جميل تصدق؟ اي والله انا ما اعرف، بس انا الان مترقب ايش حيكون ابتكارك ان شاء الله لميا. انا ما ابتكر. انا الناس تبتكر وانا اشوف ابتكاراتها، ما اعطيهم رايي. اذا فعلا يعني تحتاج اي حلول اي استشارات تعالي لي على طول، عندي استشارات. على اي اساس انا ماني فاهم؟ لا لانه افهم في ذي الامور شويه. تفهم في ايش؟ افهم في ذي الامور. طب ابتكري. ما ابغى ابتكر، ماني فاضي ابتكارات. خلي الابتكارات للناس الابتكارات. لميا مشغول عموما. ايميل البرنامج هاشتاج ساعة شباب عشان خاطر عيونكم يعني. حياكم. ما اقول شيء. لازم على نهاية الحلقة ما اقول شيء. كنت معاكم انا لمياء غالب، فمان الله. وانا كنت معاكم طلعت سندي. السلام عليكم.